اشتراطات البناء الجديده بقى، لان بعض الناس بتشوف انه في انه الحكومه اتاخرت والحكومه ما كانتش جاهزه، وفي ناس وقفت، وفي ناس وفي مقاولين صغيرين في قرى وفي محافظات حالهم وقف. وبعدين الاشتراطات بعض الناس شافت ان فيها تعسف. طب يعني نبتدي من الاول خالص، من قبل القرار بتاع الوقف ده اساسا. تمام. يعني اي شخص، مش عايز اقول يعني، لو ركب، لو اي واحد بيركب طياره من فوق كده ويشوف منظر الـ من فوق، يشوف العمارات شكلها ايه، وتباين الارتفاعات شكله ايه، والتعدي على الاراضي الزراعيه شكله ايه، بعد كده مش هنلاقي ناكل. يعني زي ما قال دوره رئيس الوزراء ما كنا في بنها في المؤتمر العام، فعلا احنا مش هنلاقي ناكل. احنا الارض الزراعيه لو جبنا، اما جينا صورنا بنها من فوق بقى المدينه نفسها، وشفنا كميه المباني المعموله وكميه الارض الخضراء اللي موجوده فيها قد كده، تمثل ثلث المساحه والثلثين مبنيه. طب فقدنا حاجتين، فقدنا الاكل وفقدنا العمل. اما نيجي نبص لها دي، كان لازم يحصل هنا وقفه. طب عايز اعيد التنسيق العمراني الموجود ازاي؟ اعمل حتى لو هعمل توسعات في الحوزه في العمرانيه عندي، برضو محتاج ان انا اعملها بدراسه بشكل جيد. طب ازاي تتعمل دي؟ لازم اخد وقت ادرس، والخريج جامعات وتدرس الكلام ده. فعشان كده صدر قرار اللي هو بتاع سياده الرئيس لوقت 6 شهور نوقف. ومع ذلك خلي بالك، احنا وقفنا ايه يا فندم؟ احنا وقفنا اللي هي المواطنين اللي هم عندهم المخالفة، لكن ما وقفتش المشروعات القومية، بالعكس يمكن سعادتك شفتها زادت واستمرت. المطورين العقاريين، كل المشروعات اللي متعملت صح برخصة صح، بمعمول فيها حسابات الارتفاعات، وعملت فيها حسابات الجراشات والكلام ده، دي كانت شغالة. قلنا المطورين اللي هم هيشتغلوا ليها أربع شروط: يكون عنده أرض اشتراها من الدولة يقدر بمئة مليون، يكون عنده ملوش مخالفات سابقه قبل كده، يكون ملوش مخالفه في المسجله عندنا في مشروع، ما يكونش مشارك في مشروعات، يكون مشارك في مشروعات قبل كده قوميه. حطينا 4 شروط معينه للمشاورين العقاريين، لو عنده متوافر فيها، ودي متوافره يعني عايز اقول لك في كل المطورين العقاريين، لاني معلش ارض ب 100 مليون دي ولا حاجه، دي ولا حاجه. معلش المطور عقاري ده كومباوند صغير هيبقى ب 100 مليون وهو لو محافظ على نفسه وما بيخالفش، فبالتالي خلاص هو دخل عندي اشتغل. فبالتالي الناس دي كلها اشتغلت، انا اللي وقفت بس اللي هو البيوت اللي هتتبني، وانا في اماكن بيسموها بلدي، استعداد بقى مبنيه بلدي يعني. بلدي. والمبنيه بلدي دي نتيجتها يا فندم زي ما بتشوف في اسكندريه كده، عماره تنزل زي ما هي كده، زي علبه الكبريت كده تتقلب، دي ما هو دي بقى بنا، ما هو دي مبنيه، مبنيه 14 دور يعني، واخد رخصه باربع ادوار، وفي الاخر باني من الاخر معمول باني 18 و20 دور. كوارث ده حاجه يعني، حاجه رهيبه يعني. يعني اسكندريه اكتر واحده دفعت، اسكندريه طبعا اسكندريه دفعت اكتر مخالفات موجوده طبعا، جامد يعني هي ام المخالفات اللي اتعملت فيها. انا عايز اقول لك حاجه مخيفه. ايه؟ ان عايز اقول ان مثلا في محافظات 60% مخالف. 60%؟ 60% مخالف. يا الهي. فلما يبقى عندك 60% لازم مخالف، اشتراطات البناء تبقى عصر كده يعني. دي بتديك 60% مخالف، مؤشر. خلي بال سعادتك كمان، انا عندي في الصعيد ولا في بحري؟ احنا يعني في المحافظات في بحري وفي الصعيد. اصل الصعيد يا فندم احنا عندنا في مدن معينه هي اللي فيها المكال ده، زي سوهاج واسيوط واخد بال سعادتك، دول من المحافظات اللي فيها مخالفات شديده جدا، لانهم الناس دي في ناس منهم اصحاب رؤوس اموال، والاراضي هناك اغلى من القاهره يعني. اغلى من التجمع، واغلى من مصر الجديده في الصعيد. في الصعيد انها محدوده، محدوده، وبيبنوا على النيل، فبياخدين شريط واحد باني 18 و20 دور. وساعتها اكيد رحت طبعا الصعيد وشفت فبتشوف سوهاج، وهنا تشوفها مسطح واحد كده، عمارات لازقه في بعضها بارتفاعات كلها كبيره ومفيش غير كده. فطبعا دي موجوده، كانت موجوده هنا وموجوده في بحر. انما يعني قدرنا نحصر المخالفات ونقسمها، وبدانا نشتغل الاشتراطات البنائيه. الرخصه اللي هتطلع مبدئيا في ضمن الاشتراطات العامه اللي احنا خدناها، ان احنا عندنا من 6 ل 8 ادوار الشارع، من 6 متر 8 متر الشارع يبني دور ارضي ودورين. من 6 متر ل 8 متر. من 8 ل 12 يبني ارضي واثنين، ارضي وثلاثة. من بقى فوق ال 12 يبني ارضي واربعة. يعني معناها ايه؟
ان هنبدي ارضي واربعة، ده الاعلى حل، ما عدا الاماكن اللي على المحاور الرئيسية او على الكورنيش او على الـ 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 النيل ده، دي ليها وضع مختلف استثناء، والاستثناء يصدر من مجلس الاعلى تخطيط العمران. اوكي عمر. بس ده في مقاولين هيضيعوا في الموضوع ده. والله انا حاولت يعني هيضيعوا، يعني احنا فينا احنا بنشوف هنا طبعا في فتره انتقاليه يا فندم، في فتره انتقاليه عشان بس تجيب ماشي، في فتره انتقاليه طب يعني اللي بنى وحفر وبتاع، حفر وبنى وبتاع وطلع برضه في نقطه مش هتيجي ناحيه، انا مش هاذي المواطن ولا هعمل اللي بنى اتكلم على الجديد، انا الجديد اللي بنى قديم، اللي خد رخصه قديمه وكسب مركز قانوني وما خالفش القانون، وانا عشان كده اللجنه اللي اتعملت دي عشان افصل ما بين المخالفات وبعضها وماشي صح وصحيح القانون وعمل كود جراشات صح خدمات سعادتك وعمل اجراءاته صح، يمشي يمشي, يمشي الحال يعمل هينفذ اللي مع الرخصه الجديد بقى يلتزم عشان الجديد عشان ما نبطل فوضى، بس هيكون في دلوقتي ما فيش بنى على الصمت خلاص، الموضوع ده اللي هما لازقين في بعض خلاص دي انتهى لازم نعمل نسبه انا بشوف هنا يا فندم انت يعني الوزاره بتاعتك في الدقي، بشوف عند نادي الصيد هنا بيوت لازقه بقى خلاص يا فندم، ما كانش في حد اصلا بيراعي القصه، بس لسه في حاجات بتتبني طبعا لا دلوقتي بتتبني القديمه فندم، ده الرخص القديم القديم ده خلاص انا مش بالي، انا ما بقول لك رخصه قديمه، الرخصه الجديده لازم يعمل لي ارتداد 2.5 متر من الجناب من الجنب احدى الجنبين و2.5 من الخلف، اوكي تمام يا فندم مش ما يلزقش في اللي جنبه، ما يلزقش في اللي جنبه، لكن ممكن مبنيين من جنب واحد يلزقوا مع بعض ويعملوا فراغ 2.5 متر من هنا و2.5 متر من هنا، واجهه بيت اقل من 8 متر ونص ما يبنيش خلاص. كنا عاملين حد ادنى للارض 175 متر محافظات انا ده في ناس عندها 50 متر وناس عندها 70 متر عايزين يبنوا كده عايزين يبنوا ماشي، بس يعمل لي هتنظروا فيها دي يعمل لي الاشتراطات اللي بقول عليها، ده الجديد انا بقول الجديد، القديم خلاص هو بنى لكن الجديد لازم يلتزم، الجديد عنده 50 متر عايز عنده 70 متر عنده 80 متر عايز يبني، انا مش هشترط المساحات دي، انا اللي هشترط واجهه ما تقلش عن 8.5 ويبني معايا كود جراشات، الاكواد مش فيش خلاف فيها، كود الجراشات نفسه دلوقتي هو نفسه بقى صعب ليه، لان كود الجراشات دلوقتي الشقه 90 متر يبقى ليها بس عربية. لازم 150 متر احنا فندم شايف عندنا جاردن سيتي بقت باركينج سيتي يعني والزمالك والحته انا عايز اقول ساعات حاجه صعبه، المحاور الجديده اللي في مصر الجديده والكلام ده سياده الرئيس بيعدي كل يوم، كنا بنعدي وبنشوف الناس بقت تركن على الاطراف المحاور بقى تعمل اكواد الجراشات قرارات صحيحه وسياده الرئيس قال انا ما عنديش يعني المرحله اللي جايه ما عنديش مكان اوسع فيه تاني يعني انا وسعت اقصى حدود الامكانيه حتى معسكرات القوات المسلحه خدت منها من هنا يمينا في المحاور الرئيسيه خدنا منها ما فيش حاجه خالص، المره الجايه ما عنديش اوسع فين.